تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إخوان تبارك الله عليكم، تحياتي لكم من أضاحيكم أضحيات العيد لسنة 2023. الحمد لله البيع راه كاين، صلاة تبارك الله راه تتبع، أحجام مختلفة بضيعة الإخوان العمراني تبارك الله ما شاء الله. المهم الاخوان لوكاليزاسيون غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. هادي الاخوان السلعه الصغيره هي هادي، خروف صغير تبارك الله اللي داز الضحيه. تبارك الله كل شيء عيد الحمد لله. الناس اللي جاوا الازرو مرحبا والف مرحبا. دخل الكوري الاول تلقى فيه السلعه بحال هادي هي صغيره، الكوري الثاني ان شاء الله هي هادي. تبارك الله ما شاء الله. هذه لحد الان الاخوان غير سنا الحليب، حنا الخروف اللي صورنا لكم غير سنا الحليب. تبارك الله هذه السلعه بلديه مليحه اللهم بارك. الناس اللي تجي الاطلس مرحبا والف مرحبا. متواجدين ضيعة الإخوان العمراني اللهم بارك. تبارك الله المهدي تبارك الله عليك. المهم الاخوان المقطع اليوم دخلنا لهذا الكوري، هذا فيه تبارك الله جوج ديال الاحجام الصغيره والكبيره، سنا الحليب بحال. بالنسبه لهذو اللي مرشومين راه مبيوعين، هذو اللي مرشومين بالاحمر والاخضر راه مبيوعين. تبارك الله هم الاخوان. هنايا الاسمنه ديال البيع تتراوح من هاد الصغيره هادي من 2000 درهم فما فوق، من 2000 درهم. الناس اللي عزيز عليها البرقيه مرحبا، الناس اللي بغات المليح المليح كاين ان شاء الله. غادي نعاود نحط لكم فيديو ديال حاجه غليظه التنيه اللهم بارك. المهم الاخوان لوكاليزاسيون ديال المحل غادي نخليوها لكم في صندوق الوصف، التليفون تاعو غادي نخليوه لكم في العنوان، واي استفسار الناس اللي جات مرحبا بها والف مرحبا. تحياتي للجميع.